بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصل البشر. أمر الله الملك أن يأخذ قبضة من جميع تراب الأرض، من أبيضها وأسودها، ومما هو بين الأبيض والأسود، ومن سهلها وقاسيها وطيبها ورديئها، ومما هو بين ذلك. ومن هذا التراب خلق الله سيدنا آدم عليه السلام، فجاءت أحوال ذريته مختلفة بسبب اختلاف التراب الذي خلق منه، فتجد فيهم الأبيض والأسود، ومن هو بين البياض والسواد، وتجد فيهم المؤمن والكافر.